جزاكم الله خيرا. بالنسبة يقول للغني الذي عنده مال مماطل، هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكي؟ نعم، الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده؟ قصده المدين. نعم شيخ، إذا كان له دين على غني مماطل فلا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه، لأنه لا يدري هل يحصل عليه أو لا. نعم.